الحمد لله رب العالمين رب الأرض ورب السماء خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته وأدخله الجنة دار البقاء وحذره من الشيطان ألد الأعداء ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء وتجلت رحمته بهم فتوالت الرسل والأنبياء وما منهم من أحد إلا جاء معه بفرقان وضياء ثم ختمت الرسالات بالشريعة الغراء ونزل القرآن لما في الصدور شفاء فأضاءت به قلوب العارفين والأتقياء ونهل من فيض نوره العلماء والحكماء نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء ونستعين به على البأساء والضراء ونعوذ بوجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسأله عيش السعداء وموت الشهداء والفوز في القضاء. سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء خلق الخلق وجعل منهم الأشقياء. سبحانه وتعالى قادر مقتدر فكل الممكنات في قدرته سواء. وأصلي وأسلم على أشرف موجود عرفه الوجود الصادق الوعد الأمين بدر الكمال وبدر الجمال صاحب سر الأسرار الإلهية والشجرة النورانية والتي أرضعته السيدة حليمة السعدية حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن خزيمة ابن مالك ابن مدركة ابن الياس ابن مدر ابن نغار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح حضرة النبي محمد اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون دعوني اسعد بحضراتكم الاعلام يحيى ابو حسين مقدم البرامج الدينية في بداية هذا الجزء المتبقى في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها الأم الفقيدة الراحلة التي عاشت في معية العلم والعلماء وعاشت في معية القرآن الكريم إلى أن عادت الروح إلى بارئها وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب. ومشاركة إلى أسرة الفقيدة الراحلة حرم المرحوم الحاج شوقي الشافعي مشاركة إلى المهندس أشرف شوقي الشافعي مهندس أسامة شوقي الشافعي وأسرة المرحوم الحاج إبراهيم الشاذلي حاج طاهر الشافعي والأستاذ أحمد الشاذلي يتقدمون جميعا
طبعاً بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. ولقد شرفت في هذه الليلة القرآنية المباركة بعلمين من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي. شرفت بذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير ملك المقامات ومحرك القلوب القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية بالتلاوة بمصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير نجم قراء محافظة الشرقية صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة فضيلة القارئ العلم الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية. فالإيمان والإسلام لن نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة وفضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يثبت الله الذين آمنوا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما
يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل الصلاة وينفقوا مما رزقناه الله الحبيب النبي الناصر. نعم.
وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل خلق السماوات والأرض وأنزل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم حاضر طبعا طبعا عليه رحمة الله. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله يبارك فيك. الله يحفظك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وآتاكم من كل ما سألتم
حاضر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا إني كنت من ذريتي بواد غير ذي عند بيتك المحرم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات سيدنا النبي الله يا محمد يا مولانا انت عليك متفقين على المنتظرين كتير يا مسيح انا متفقين على جيش لا شوف معانا فاضل الشيخ محمود انا فاضل الشيخ محمود صابر ما ينفعش لا شوف طيب لا لازم صابر بس ماشي ماشي معانا معاكم احنا معاكم عشان بس شوف حاضر حاضر كان معاك يا شيخ الله لا لا العفو 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 نعم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك
الله يبارك فيك. ربنا إنك تعلم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. سمعت منك حتة من البنة قبل كده ما حصلتش في تاريخ. أنا أدينا على أدينا على أدينا على أروفين قد البنة ميتي تعرفت عشان خاطر النبي ولا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل